السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. وزارة الصيد تنظم ورشات للتبادل والتشاور وتؤكد تراجع كميات الأخطبوط المصطادة. الاتحاد من أجل الجمهورية يشارك عن بعد في جلسة إحاطة حول الحزب الشيوعي الصيني. انطلاق المؤتمر الرابع للكفاءات الموريتانية في المهجر وسط تركيز على قضايا التعليم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أطلقت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الاثنين ورشات التبادل والتشاور حول حصيلة الدراسات والتحريات التي أجراها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. وتحدثت الأمينة العامة للوزارة العالية بنت منكوس عن تراجع كميات الأخطبوط المصطادة في الفترة التي عقبت التوقيف البيولوجي الأخير. وتتناول الورشات مواضيع الاستغلال المستديم للمصايد الموريتانية الخالصة والصناعات في مجال الصيد ومرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد وعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي. شارك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد في جلسة الإحاطة الخاصة بمنطقة شينجيانغ حول قصة الحزب الشيوعي الصيني. ووفق البيان المتوج للجلسة، فإن المشاركين فيها أجروا حوارا واسعا ومعمقا حول كيفية تفعيل دور الأحزاب السياسية لتحقيق تطلعات الشعوب. ومثل الحزب الموريتاني الحاكم الأمين التنفيذي المكلف بالتنظيم والتأطير محمد أحمد اللمات. اختتم حزب الإصلاح مؤتمره العادي الأول الذي انطلق السبت بالعاصمة نواكشوط بحضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ومنتسبي الحزب. وعبر رئيس الحزب محمد الطالب الذي أعيد انتخابه عن أمله في أن يكون المؤتمر الأول في تاريخ الحزب انطلاقة جديدة له. نحن مؤتمرنا اضطرينا أن نعدلوه بهذه الهندسة السياسية والقانونية الاستثنائية، عنا عدلناه مؤتمر توافقي، باخترنا 576 من أطرنا لين يجمعوا ويعدلوه بهذه الصيغة. وهذه لا شك عنها نتيجتها إيجابية، لأن احنا متوافقين، ولكنها نتيجتها يقد يعودوا كثير منا نداره مواقع والأول منهم أنا ما يستحقوها، لأنهم ما جاءوا بطريقة ديمقراطية فارسينهم مناديب قاعدية من عند الجماهير القاعدية المنتسبة للحزب. لكن وعدنا عن نحن هذا بالصيغة اللي عدلنا اليوم واللي عدلنا فيها صيغة توافقية راضينها ومتأكدين أننا نحصد عليها. وأضاف الطالبنا في الكلمة الختامية للمؤتمر أن الحزب اضطر لتنظيم مؤتمره الأول بما وصفها الهندسة القانونية السياسية الاستثنائية عبر اختيار 576 من أطره لتنظيمه بهذه الطريقة. وتلخص مقاربتنا بإبراز أهمية بناء حزب سياسي كبير بمعايير توافقية ومؤسساتية يسعى لإرساء جسور التواصل والتلاقي مع مختلف ألوان الطيف في المشهد السياسي الوطني، ويطلع بدوره في إعداد وتكوين القادة الوطنيين بشكل فعال ومسؤول. أيها الأخوة والأخوات المناضلون في حزب الإصلاح، أعتقد بأننا متفقون على الأشياء الأساسية. أعتقد أننا متفقون على الأشياء الأساسية في عملية إعادة بناء الكيان السياسي التنظيمي والتعبوي لحزبنا من خلال خارطة الطريق التي سيسفر عنها مؤتمرنا هذا إن شاء الله. قال رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد جميل منصور إن الانفتاح الذي أعلن عنه الرئيس محمد الشيخ الغزواني واللقاءات التي أجراها مع السياسيين لها
آن لها أن تنتقل إلى حوار وطني حول القضايا الجوهرية. اللي نحن ما عندنا في أزمة من النوع من الأزمات غير مع ذلك نحتاج للحوار. أنا من الناس اللي ظاهر له عن الانفتاح اللي عبر عنه رئيس الجمهورية في بداية مأموريته واللقاءات اللي عدل مع مختلف عناصر الطيف السياسي عنها كانت مفيدة ومؤشر مهم. غير وقتها تقريبا ما هي قادة تملأ جميع الوقت، عاد درك بايح أن تتحول للقاءات ويتحول للانفتاح إلى لقاء سياسي، إلى حوار سياسي، إلى تشاور سياسي، والله تشاور وطني تعود الناس تشد فيه أخبار القضايا الأساسية للبلد وتخرج مخرجات من شأنها عنها تعين ذاك اللي يحكم، عنها تمثل وجهة نظر المجتمع السياسي والنخبة كاملة في بلد، وبالتالي تعاونه هو يحكم. في المقابل قال الأكاديمي والأستاذ الجامعي البكاي العبد المالك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج سياقات إن موريتانيا تعاني من سوء تسيير المصادر البشرية، وذلك تعليقا على ما بات يعرف بتدوير المسؤولين بين المناصب. تدوير ما مع هرقاش سيعتدون مع هرقاش. وموريتانيا قال الرئيس جميل لا نملك الكفاءات، ومشكلة الدولة الموريتانية وصناع القرار على انهم ما هم متحكمين في الراس مال. شوف خالد قمر حالي قال عن دول الموريتانيا ما عندها راس مال بشري، وهذا هو المشكله، هذا غير صحيح. الان اللي عندنا احنا مشكلتنا سوء التحكم في راس مال البشر وسوء استغلال راس مال البشر، وافه الرجل المناسب في المكان المناسب هو الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. صار اليوم الحرب مدور على الكفاءات وحساسيه منهم، هذه حقائق. ولكن ما يمشي حد من اللي تلاقيه يقول تدوير كانه ما خلق تدوير المصلحين. لكن هذه الكفاءات حتى الان لم تجد فرصه تعميم. ما يجوز ما يجوز ما يجوز موجوده موجوده الكفاءات. اليوم الحكومه الحاليه فيها كفاءات، وبعض الادارات المركزيه فيها كفاءات. أعلنت وزارة الصحة الأحد تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل مصالحها المختصة حالة وفاة مرتبطة بالمرض. تم تسجيل 12 إصابة جديدة من ضمنها 11 حالة مجتمعية وإصابة واحدة وافدة. تم كذلك تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 20 حالة شفاء جديدة، والحمد لله لم تسجل وفيات. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 17,095 من ضمنها 9,041 من ضمن المخالطين، 7,864 من الحالات المجتمعية، و190 حالة وافدة. كذلك بلغ إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الوباء 16,396، فيما بلغ إجمالي الوفيات 434. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. قالت منسقية الدفاع عن المدرس مدد أن وزارة التهذيب نجحت في مغالطة الرأي العام بشأن مبلغ 14 مليار أوقية قديمة وتسويقه على أنه زيادة في كتلة الأجور. واعتبرت المنسقية في بيان لها أن هذا المبلغ لم تبرمج منه رسميا أوقية واحدة لزيادة الرواتب والعلاوات المتدنية للمدرسين الميدانيين، واستثنت المنسقية نسبة قليلة جدا من هذا المبلغ. قالت إنها ستخصص لمضاعفة علاوة البعد الزهيدة أصلا، والتي لا تشمل جميع المدرسين. اختتم المجلس الشبابي للمنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل دورته العادية التي نظمها بالعاصمة نواكشوط، واستمع المجلس خلال اجتماعه لتقرير عن أداء المنظمة إضافة للتقرير الرقابي الذي أعده مكتب المجلس، كما ناقش خطة المنظمة للعام الجاري. واستنكرت المنظمة الشبابية للحزب المعارض ما وصفته بالقمع والتضييق على الحريات، وطالبت السلطات بالعمل على امتصاص البطالة التي تنتشر في صفوف الشباب من خلال مشاريع تنموية جادة. انطلقت مساء الأحد فعاليات المؤتمر الرابع للكفاءات الموريتانية في المهجر بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والتعليم العالي والتهذيب الوطني،
والاتحاد الموريتاني لآباء التلاميذ، وينظم المؤتمر في نسخته لهذا العام عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. وافتتح المؤتمر بكلمة لمنسق الكفاءات الموريتانية بالمهجر شيغال جعفر، الذي قال إن موضوع المؤتمر مكرس للتعليم والأدوار التي يمكن للكفاءات الموريتانية في المهجر الاطلاع بها للرفع من مستوى التعليم في موريتانيا. بذلك مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وزارة الصيد تنظم ورشات للتبادل والتشاور وتؤكد تراجع كميات الأخطبوط المصطادة. الاتحاد من أجل الجمهورية يشارك عن بعد في جلسة إحاطة حول تاريخ الحزب الشيوعي الصيني. انطلاق المؤتمر الرابع للكفاءات الموريتانية في المهجر وسط تركيز على قضايا التعليم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت الظاهرين على الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.